ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. الهلاك هنا كما قيل إما أن يكون هلاكا حسيا وإما أن يكون هلاكا معنويا. وأما التنطع فهو المبالغة في الكلام والتشدق فيه والتقعر في ألفاظه، هذا من حيث الأصل. ثم أطلق التنطع على القول والفعل، فمن تعمق في أقواله وفي أفعاله فخرج عن الحد الشرعي إما بزيادة وإما بنقصان فهو المتنطع الذي هلك.